إذن اليوم عندنا الدرس الخامس من دروس النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي حول موضوع التوازن. إذن غادي نملأ الفراغات في هذا الملخص والتعلمات الأساس، ومن بعد غادي يعني ننجزو واحد المجموعة ديال التمارين تدريبات متعلقة بهذا الدرس هذا. إذن في حالة توازن مسطرة مرتكزة على قلم في منتصفها. دونك هنا شوفوا مسطرة، دونك هنا مسطرة مرتكزة على قلم في منتصفها. إلا خدينا مسطرة غادي يكون الارتكاز، إلا درتي خرجتي على نقطة الارتكاز غادي يختل التوازن. إذا مسطرة مرتكزة على قلم في منتصفها تستقر في وضع أفقي. إذا باش تعرف كاين توازن كتشوف بأن المسطرة أفقية في وضع أفقي، فنسمي نقطة التماس بينها وبين القلم نقطة الارتكاز. إذن هنا في الفقرة الموالية عندنا يحصل التوازن في الحالات التالية، عندنا ثلاثة الحالات كيوقع فيها التوازن. الحالة الأولى عند وضع جسمين لهما الكتلة نفسها على مسافتين متساويتين. يعني فاش كنحطو جوج اجسام نفس الكتلة على مسافتين متساويين كيوقع التوازن. عند تقريب الجسم الاكثر من نقطة الارتكاز. الحالة الثانية فاش كنقربو الجسم الاكثر ايش؟ الاكثر فاش كنقربوه من نقطة الارتكاز كيحدث التوازن. عندنا جوج اجسام، واحد غادي يكون بطبيعة الحال ثقيل وواحد غادي يكون خفيف. إذا وقتاش كيوقع التوازن؟ ملي كنقربو الأثقل، إذا الأكثر كتلة من نقطة الارتكاز. الحالة الثالثة عند هنا تقريب، هنا إبعاد، عند إبعاد الجسم الأقل كتلة من نقطة الارتكاز. إذا هذه الحالة الثالثة فاش كيوقع التوازن. إذا في الخلاصة، إذا كانوا عندهم نفس الكتلة كنحطوهم على نفس المسافة، إلا بغينا نحركو الجسم الأثقل خصنا نقربوه، وإلا بغينا نحركو الجسم الأخف خصنا نبعدوه باش يحدث توازن. إذا غادي نمرو للفقرة الموالية. عندما يحصل التوازن ديال الكفتين بالميزان ديال الكفتين تكون للجسمين الموضوعين في كفتيه الكتلة. عندما يحصل التوازن، إذا فاش كيوقع توازن الكفتين كيكونوا في وضع أفقي، ثم شنو كنقولوا على الكتلتين؟ متساويتين. إذا هنا كتلة نفسها. داكشي علاش كتمشي عند الخضار، الكفتين كيجيو في وضع أفقي، كتكون داك الكتلة المعلمة تقايس داكشي اللي عبر ليك، ديك الساعة كيعطيك داكشي اللي وزن ليك، صافي؟ وعند انعدام التوازن تميل، شنو اللي كيميل؟ دونك شنو اللي كيميل الى دائما نحو الجسم؟ تميل الإبرة نحو الجسم. واش الاثقل ولا الاخف ولا الاثقل؟ دونك الإبرة ديما كتمشي عند الجسم الاثقل. تقاس الكتل الاجسام بواسطة موازين مختلفة ومتنوعة، منها ميزان ميزان الإبرة. دونك هذو أنواع ديال الموازين، صافي؟
لقياس كتلة جسم ما بالميزان ديال الكفتين نستعمل ماذا؟ ها عندنا الميزان وعندنا شي حاجة بغينا نوزنوها، شنو كنستعملو باش نوزنوها؟ نستعمل عندك ميزان ودوك كفتين وعندك واحد مثلا شي حاجة بغيتي تعبرها، مثلا مثلا بطاطا مثلا مثلا او لا دقيق بغيتي تعبرو، دونك شنو غتحتاج مع الميزان؟ غادي نحتاجو الكتل المعلمه. تمام، اذا نستعملو الكتل المعلمه صافي لحساب كتلة سائل ما كالماء او الحليب. نتبع الخطوات الاتيه. اذا فاش كتجي تعبر اولا توزن الكتله ديال واحد السائل، ما يمكنش هذاك السائل غتوضعو في الميزان ديريكت، خصك توضعو في شي اناء. اذا مادام غادي ديرو في اناء فخصك لا بد تتبع واحد الخطوات باش تعرف هذاك السائل شحال الوزن تاعو. اذا العمليه الاولى شنو هي؟ تعرف كتله الاناء الحامل للسائل، وهو اذا كنعرفوا الاناء الوزن تاعو دونك وهو فارغ. كان وزن داك الاناء وهو فارغ كنشوف شحال الكتله نتاعو. من بعد قياس. العمليه الثانيه قياس كتله السائل وهو محمول في الاناء للحصول. اذا كندير السائل في الاناء وكنوزن الكتله وكنسميها الكتله الكليه. المرحلة الثالثة شنو كندير؟ كنحسب طرح كتلة تايش الإناء وهو الفارغ من الكتلة الكلية للحصول على كتلة كمية السائل اللي كنبحث عليها. إذا حنا كنقلبوا على الكتلة ديال السائل صافي. إذا هذا ملخص من درس التوازن. غادي ننتقلوا دابا للاسئله، نجاوبوا على الاسئله. اذا غادي ننتقلوا للاجابه على الاسئله. عندنا السؤال الاول يقول عند استعمال الميزان ديال الكفتين كيف يكون وضع الكفتين والابره في حاله التوازن؟ اذا احنا دابا استعملنا الميزان دو الكفتين، كيفاش كيكون الميزان؟ الوضع غنديرو وضع الميزان ووضع الإبرة فاش كان يحدث التوازن. شنو كتكون الوضع ديال الميزان؟ يعني الكفتين كيفاش كيكونوا؟ متساويتين. ماشي وضع الميزان، عفوا وضع الكفة، وضع الكفتين، وضع الكفتين ماشي الميزان. وضعوا الكفتين في الميزان في وضعين كيكونوا في وضعين متساويين في وضعين افقيين. يعني كيكونوا على نفس صافي في وضعين افقي. وضع الابره عمودي. اذا العكس ديال الافق. اذا الابره كتكون هكا واقفه عموديا، ما كتكون لا مايله لا لجهه الكفه اليمنى ولا لجهه الكفه اليسرى، والكفتين عاوتاني كيكونوا بحال هكا جايين في نفس الوضع الافقي. هذا هو المعنى ديالها صافي. غادي ندوزو للسؤال الموالي. ماذا نستعمل لقياس كتله جسم ما بواسطه الميزان ديال الكفتين؟ دونك باش كنقيسوا الكتله ديال واحد الجسم بواسطه الميزان ديال الكفتين شنو غنستعملوا؟ ها الميزان ديال الكفتين وها الجسم، شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاجو الكتل المعلمة. الكتل المعلمة نحتاج الكتل المعلمة صافي. دونك غادي ننتقلو للتمرين الموالي رقم 3. صب أحمد في كأس من الحجم الكبير لترا من الزيت، ثم أراد أن يقيس كتلة هذا الأخير، بغى يعرف الزيت شحال الكتلة نتاعها، فقط غير الزيت، صبها في كأس كبير، ما هي المعطيات والوسائل التي يحتاجها؟ شنو غادي يحتاج؟ باش دونك غادي يحتاج ميزان دو كفتين ميزان
كتبتي شنو اخر؟ كتل معلمة وإناء. وإناء آخر علاش؟ لأن باش غير يسالين غير غادي 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 يوزن الكتلة الكلية من بعد الصفر الزيت في إناء آخر باش غادي خاص يكبو في داك الإناء الآخر باش يشوف شحال فيه الكتلة نتاع الإناء ويدير عملية الطرح. دونك غادي يقوم بعملية الطرح غادي يقوم بعملية حسابية عملية الطرح صافي. السؤال الرابع، قيس كتلة لترين من الزيت إذا علمت أن الإناء الحامل هذا. دونك هنا نتبعوا الخطوات اللي شفنا قبيلة. دونك الإناء الكتلة نتاعو 340 غرام وأن الكتلة الكلية للإناء والزيت 2180. إذا عندنا الكتلة الكلية ديال الإناء والزيت ها هي وعندنا الكتلة ديال الإناء فارغ، شنو نديرو باش نلقاو الكتلة الزيت؟ إذا غادي كتلة لترين من الزيت هي كتساوي شحال؟ 2180 غرام. غادي نقصو منها 340 غرام. دونك نديرو هنا العملية 8 ناقص 4 4، 11 ناقص 4 7، إذن 1740 غرام. هذه كتلة الزيت صافي مفيهاش الإناء. لكل ميزان كتلة قصوى يتم تسجيلها عليه في غالب الأحيان، فما فائدة تعرف ذلك؟ إذا كل ميزان عنده واحد الكتلة قصوى ما خصناش نفوتوها، كيف ما بغى يكون هذا النوع من الميزان؟ فعلاش حنا كنديروا ذاك الكتلة القصوى؟ باش نحافظوا على الميزان. دونك للحفاظي على الميزان وعدم إتلافه. إذا باش ما يضيعش هذاك الميزان ديما ننتبهوا للكتلة اللي عنده تما قصوية. هناك موازين تستخدم فيها كتل معلمة وأخرى لا تستخدم فيها، حدد من بين الموازين التالية النوع الذي لا تستخدم فيه الكتل المعلمة ثم ضع علامة في الخانة المقابلة. دابا هنا كاين موازين كنستعمل الكتل المعلمة وكاين اللي لا. دابا الميزان ديال الإبرة لا نستعمل الكتل المعلمة. الميزان الأوتوماتيك لا الميزان ديال الكفتين لا. هذا هو الجواب ديال السؤال. دونك غندوزو للتمرين رقم 7. هنا عندنا كلمات بطاقات خصنا نملؤهم. إذا هذه شنو هي؟ كتلة معلمة. كتلة معلمة ولا دايرين هنا كتل، غنكتبو كتل. هذيك الكفة اليمنى، كفة يمنى، وهذه كفة يسرى. كفة يمنى وهنا كفة يسرى. يسرى هذا ميناء مدرج. هذا هو الميناء تما كتحرك الإبرة. ميناء مدرج وهذا هذه الإبرة. إبرة دونك الإبرة وهذا هذا اللي لتحت قاعدة الميزان وهذا اللي يبقى لنا عاتق تماما صافي. ننتقل للتمارين ديال الصفحة الموالية ولا الورقة الموالية. تمارين رقم 10 8 حيت حنا في التمرين 7 صافي. إذا هنا ما الكتل المرقمة المناسبة للحصول على توازن كفتي كل ميزان مما يلي؟ دونك عندنا هنا مثلا هنا فاش استعملنا هذا الميزان عطانا 1112 غرام، كيفاش غادي نحصلوا عليها؟ بالاختيار ديال الكتل. دونك شنو غنختار؟ نختار 500 غرام و 300 ثم 300 غرام ثم 200 غرام 200 غرام. دابا وصلنا ل 1000 عندنا 1012، شنو نزيدو معاها؟ نزيدو 10 د الغرام و 2 غرام تماما. 811 كيفاش غنحصلوا على 811؟ غادي نديرو 500 غرام زائد 300 غرام وغنزيدو 10 د الغرام و 1 غرام. هنايا عندنا 261 غرام 261
غادي نستعملو 200 غرام، 200 غرام وخمسين، 50 غرام، 10 غرام، 10 غرام، وواحد غرام، وواحد غرام، صحيح. إذن عندي هنا 517، إذن 500 غرام، وعشرة غرام، وخمسة غرام، وجوج غرام. تمام. إذن هذا هو السؤال ديال تمرين 8، غننتقلو لتمرين 9. تمرين 9، لاحظ الصور الآتية جيدا ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. دونك عندنا هنا 1، 2، 3 حتى 6 الوضعيات. ما الوضعيات التي حصلوا فيها التوازن؟ واحد، وجوج، وثلاثة، وأربعة، هذه اللي حصل فيها التوازن. ما الوضعيات التي اختل فيها التوازن؟ خمسة وستة. كيف يمكن استرجاع التوازنات؟ دابا هادو اللي اختل فيهم التوازن، كيفاش نرجعوا التوازنات؟ مثلا في الحالة 5، هنا في الحالة 5 غادي نزيدو، يا إما غادي نزيدو الكتلة، ولا غادي نقربوها لعند العيب. إما غادي دونك اللي بحال في هاد الحالة 5 شنو نديرو؟ غادي نقربو الكتلة الكب لنقطة، فين غنقربوها لنقطة؟ نقطة التوازن، ماشي نقطة التوازن، نقطة غادي نقربوها لنقطة الارتكاز. إذن كيفاش غادي نديرو؟ نقولو تقريب الأثقل كتلة إلى تقريب الأثقل أو إبعاد الأخف من نقطة الارتكاز. من نقطة الارتكاز أو لا نستعمل كتل أخرى لتحقيق التوازن. دونك غادي نمشيو للتمرين رقم 10. التمرين كيقول اسحب الكلمات التالية وأضعها في فراغ. دونك عندنا واحد مجموعة الكلمات. عندما ترتكز مسطرة على قلم في منتصفها فإنها تستقر في وضع أفقي. نقطة التماس بين القلم والمسطرة تسمى نقطة الارتكاز. عند وضع جسمين ذوي كتلتين متساويتين على قطعة خشبية مدرجة مرتكزة على قلم في منتصفها، نحافظ على توازن القطعة الخشبية بوضعها على المسافة نفسها من نقطة الارتكاز. إذن نحافظ على توازن القطعة الخشبية بوضعها على المسافة نفسها من نقطة الارتكاز. عند وضع جسمين ذوي كتلتين غير متساويتين على قطعة خشبية مدرجة مرتكزة على قلم في منتصفها، نضع الجسم ذا الكتلة الأثقل على مسافة أقرب. إذن هذا الشيء اللي شفنا قبل لحظات، الكتلة الأثقل على المسافة الأبعد أقرب والأخف على المسافة الأبعد. صافي. إذن غادي نشوفو التمرين 11. شحن تاجر بضاعته على شاحنته فإذا كانت كتلة شاحنته وهي فارغة. إذن هنا بحال داكشي ديال الزيتان، بحال داكشي ديال ميزان الكفتين. إذن الشاحنة وهي فارغة الكتلة ديالها 1500 كيلوغرام، وكتلة الشاحنة مع الحمولة هي 4000 كيلوغرام. السؤال احسب كتلة الحمولة، بغينا نعرفو الحمولة شحال فيها، داكشي اللي حاملة الشاحنة، مبغيناش نعرفو حنا الشاحنة والحمولة. الشاحنة والحمولة عطاوها لنا هي 4000 كيلوغرام، وعطاونا الشاحنة بدون حمولة 1005. إلا بغينا نعرفو الحمولة شنو نديرو؟ غادي نقصو 4000 كيلوغرام، غادي نقصو منها 1005 كيلوغرام. إذا شحال تعطينا؟ 10، 5،
عشرة ناقص واحد تسعود، عشرة ناقص واحد تسعود، إذن 2900، إذن 2995 كيلوغرام. إذن آخر تمرين هو الرقم 12، وضع لتر واحد من سوائل مختلفة في قوارير فارغة، كتلة كل منها 175. إذن هذه 175 هي الكتلة ديال القارورة، القارورة كتلتها خاوية فارغة. عين كتلة السائل دونك باش نعرفوا حنا السائل، هاد الكتل هادو، هاد الكتل المعلمة، إلا حسبناها شنو تعطينا؟ الكتلة ديال من؟ تعطينا الكتلة ديال الإناء والماء. إذا حنا غادي نحسبوا أولا، إذا عندنا 500 وعندنا 500 وعندنا 175 وعندنا 100، نقدر نقول 7 11، إذا هذه 1175، هذه الكتلة ديال الإناء، هي الكتلة الكلية اللي سميناها الكتلة الكلية. دابا إلا بغينا حنا الكتلة ديال الماء شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو 1075 ونقسمها 175 وتعطينا 1000 غرام، دونك 1000 غرام هي الكتلة ديال الماء. لتر، لتر من الماء، لأن حنا بغينا نشوفو لتر من الماء شحال فيه، شحال فيه من غرام. ونكون قد انتهينا من الدرس المتعلق بالتوازن من دروس النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي.